أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا رجل أتعلم القرآن على يد شيخ مقرئ، وقد قال لي ألا أختم القرآن لأنني رجل لا أجيد قراءة القرآن جيدا، ولكن نصحني بترديد ما قرأته عليه، فهل فعله صحيح؟ لا مانع أنك تردد ما قرأته عليه لتتقنه، ولا مانع أنك تتلو القرآن في وقت آخر، فقراءتك على الشيخ أو على المقرئ لها وقت، وتلاوتك للقرآن لها وقت آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. اجعل لك وقت لتلاوة القرآن ولو لم تتقنه، مع العناية بالدراسة على المدرس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل ما يمنعك أنك ما تجيد القراءة، ما يمنعك من تلاوة القرآن. نعم.